والآن نستمع إلى الشاعرة الفائزة بالصوت. تفضل. السلام عليكم. يا سلام لو يجي يطلع لي زي العصفور واطير وارزق الصين وديان واخرق السور لحدات تخلص في سمايا ولموت وسطور تبارك مرتاحه بدون احزان ولا اي ذراع والحمد لله. يا سلام لو اشبع من الفرحه وامتع خيره واعيش واتهشى بايامي بس شويه والدنيا تروق والقلب يفوق والدنيا تروق والقلب يفوق والسعد ادوق واشوف احبابي حواليا. يا سلام يا سلام لو انام واصحى من النوم ارقى احجام صبحت الوان بردة وفوشيا واصفر وهدان وحياتي تكون 100%. يا سلام يا سلام لو اشوف الناس اخوات كتابات ونبات صبيان حلمين وبنات شربات عايشين في سلامة واطمئنان ولا حد معشش في الأبدان ولا كدب ونوم وبطل بندان ولا كنا وكان. يا سلام يا سلام لو نسمع للأديان ونعيش إخوان لا هروب ولا طول ولا ظلم وظالم ولا مظلوم وصهاينة تعيش على جنب شوك متأسية تقتل وتبيت هم الأحرار والباقي عبيد والعالم يتفرج وسعيد بالهنا بيا. يا سلام يا سلام لو يسمعني الإنسان أعرب للإسلامي يكلم كان ويعيش في الأرض مع الإنسان في سلام وأمان يزرع ويشارك في البنيان والخير يتقسم على الإنسان ونبطل شغل الحرامية. يا سلام يا سلام. شكرا. 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 شكرا